موضوع التضامن مع الصحفيات بيتعرضوا للعنف داخل أماكن العمل، داخل المؤسسات الصحفية، أو بسبب ممارستهم للمهنة أثناء يعني قيامهم بمهام صحفية. موضوع مهم جدا، والتضامن فيه أنا بتصور أنه هو مسألة حاسمة وحاكمة في أن النساء دي تاخد حقها أو أنها تحافظ على فرصة عملها. التحرش في أماكن العمل هو ليه خصوصية بشكل عام، لأن النساء بتخضع فيه لسلطة صاحب العمل، سواء بقى ده صاحب العمل أو المديرين أو المشرفين، بجانب التأثير الخاص بالثقافة الذكورية وثقافة المجتمع اللي هي لسه بتتواطأ وبتحمل النساء مسؤولية تعرضهم للنوع دوت من العنف. لكن كمان داخل المؤسسات الصحفية في خصوصيات إضافية مرتبطة بطبيعة هذه المهنة. المهنة دي عدد العاملين فيها عدد قليل، أغلب الفاعلين والناشطين فيها معروفين، أماكن العمل فيها محدودة. يعني للأسف الشديد لو أنا تركت فرصة عملي نتيجة أن أنا تعرضت للعنف داخل أماكن العمل، ربما ما أقدرش أن أنا أجد فرصة في مؤسسة صحفية أخرى، وبالتالي ما عنديش مكان تاني غير أن أنا أغير الكارير بتاعي نهائي. ودي مسألة دلوقتي طبعا وهي طول الوقت بالغة الصعوبة. ثانيا، مش من حق حد أنه يحرم حد من فرصة عمله أو يبقى بيتعرض لعنف ويبقى مضطر أن هو يغير مجال عمله. النقطة الثانية اني زي ما قلت ان احنا المهنة دي عددها قليل، والقائمين عليها بقى من رؤساء مجالس ادارات، رؤساء تحرير، بتربطهم بالتأكيد مصالح مشتركة، منافع مشتركة، علاقات شخصية، وبالتالي ده كمان بيأثر جدا على اني لو بنت تعرضت للتحرش واتكتب عن الموضوع ده او اتشهر بيها او تعرضت لهجوم وبقت على خلاف مثلا مع إدارة المؤسسة، إن مش من السهل إن مؤسسة أخرى تقبل إن إنها تشغل البنت. هنا بتبقى محتاجة، أو الزميلة يعني الصحفية بتبقى محتاجة لسند ودعم وتضامن حقيقي، لأن هي كده بتبقى داخلة في صراع أو موازين القوة فيه مختلة مش لصالحها. في نفس الوقت هي بتشتغل تحت وطأة إن إنها مهددة إنها تسيب فرصة عملها، وبالتالي التضامن هنا بيحط الموضوع في سياقه الطبيعي، بيحط الموضوع في سياقه الطبيعي، لأن هي الموضوع مش ما بين طرفين، ما بين الناجية وما بين الشخص المعتدي، ولكن هي قضية مجتمعية وقضية مرتبطة بحقوق أخرى، زي ما قلت حقي في كرامتي الإنسانية، حق إن أنا ما تعرضش للانتهاك، حق إن أنا أحافظ على فرصة عملي، ودي أعتقد حقوق أصيلة أي مجتمع لديه قيم العدالة وقيم المساواة لازم يبقى فاعل في الدفاع عن هذه القيم. الحاجة الثانية، نقابة الصحفيين أو مهنة الصحافة طبعا معروف عنها أنها مهنة الدفاع عن الحريات ومهنة الدفاع عن الديمقراطية ومهنة الدفاع عن الرأي، وبالتالي هي نقابة حتى ليها خصوصية ما بين النقابات المهنية الأخرى، وطول الوقت هي جزء كانت أصيل من الحركة الوطنية، وبالتالي ده بيخلي ان في صورة او ذهنية عامة كده ان القائمين على العمل الصحفي او اللي بينخرطوا في العمل الصحفي من الرجال والنساء هما ايضا لديهم انحياز نقدر نقول صافي كده تجاه هذه القضايا، وبالتالي بيبقى مستبعد قوي ان قضايا العنف تبقى موجودة داخل المجال الصحفي. لكن احنا دلوقتي المجتمع بيتغير، والمهنة ايضا نتيجة للبيئة السياسية والاجتماعية ايضا بتتغير، وهناك مؤسسات بتلعب ادوار ربما هي بعيدة عن المجال الصحفي. ده خلى او انعكس على التركيبة ايضا الخاصة بالجماعة الصحفية، وابتدى يدخل في المجال الصحفي او حصل تغيير في المنظومة القيمية دي اللي كانت متفق عليها داخل هذه الجماعة الصحفية، وبالتالي ما بقاش مستبعد ان احنا نسمع عن وقائع تحرش جنسي بصحفيات. والواقعة الأخيرة زي واقعة مي الشامي دي مش الواقعة الأولى ولا الواقعة الأخيرة، سبقها وقائع أخرى وأعتقد مش هتنتهي طالما أني مفيش لسه اهتمام كافي بسياسات تبقى بتطبق داخل المؤسسات الصحفية.
هنا بقى يجي دور نقابة الصحفيين، يعني وعلينا ان احنا نعترف ان على نقابة الصحفيين زي ما كان بيتقال انها في رأس الحربة طول التاريخ، تاريخها الطويل للدفاع عن الحريات، عليها الآن ان تدرك ان قضايا العنف ايضا لا تقل أهمية وضرورة، زي التضامن مع الصحفي المفصول او اللي منع من الكتابة او اللي ما بياخدش اجره، ايضا قضايا العنف لازم تبقى من القضايا الحاضرة على أجندة العمل النقابي. واحنا محتاجين ان التضامن النقابي منصوص عليه فيما يتعلق بالميثاق الشرف الخاص بالجماعه الصحفيه، واللي هو طلع من قلب معركه مهمه جدا هي معركه 96 اللي كانت انتفضت فيها الجماعه الصحفيه للدفاع عن المهنه. وهناك في الميثاق نص واضح بيتكلم حوالين العلاقات بين الصحفيين، حوالين فكرة حقوق النساء وقضاياهم في العمل الصحفي. علينا بقى أن نترجم ما نص عليه واتفقت عليه الجماعة الصحفية في ميثاقها الشرفي إلى سياسات وإجراءات واضحة تعزز دور النقابة كمتضامن أساسي وكفاعل أساسي في مساندة النساء التي تتعرض للتحرش الجنسي في المؤسسات الصحفية أو بسبب عملها الصحفي، لأن أيضا هناك انتهاكات بتتعرض لها النساء أثناء عملها الصحفي. فالقضيتين ببعدينهم لازم يبقوا حاضرين من خلال إجراءات واضحة تبدأ من النصوص واضحة في قانون نقابة الصحفيين، قانون النقابة نفسه يبقى فيه في التأديب والجزء الخاص بالتأديب والعقوبات يبقى فيه نصوص واضحة، الاستعانة بمتخصصين وخبراء في هذا المجال يساعدوا النقابة في صياغة هذه الإجراءات على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات. أعتقد ده هيساعد كتير وهيخلي كمان التضامن النسوي أو التضامن اللي بيجي من خارج الجماعة الصحفية من قلب المجتمع ليه فاعلية وليه مردود، لأنه هيصب في صالح إجراءات وسياسات المنوط بها الجماعة الصحفية، إلى أن نصل لسياسات حماية بتطبق داخل المؤسسات الصحفية. تبقى المؤسسات الصحفية كده زي ما بنتكلم على اللوائح بتاعة المؤسسات الصحفية، يبقى في قلب هذه اللوائح وتعلن، لأن اللوائح أساسا بتاعت المؤسسات الصحفية دي ما زالت يعني سر من الأسرار داخل كل مؤسسة، ولكن تعلن سياسات واضحة داخل كل مؤسسة، وتبقى كمان شروط واضحة. يعني أنا النقابة مش هتقبل تضم صحفيين أو صحفيات لعضويتها، زي ما بنقول كده لازم يبقى في عقد ولازم يبقى في أجر ثابت ولازم يبقى في علاقات عمل عادلة، أيضا يبقى في سياسات واضحة داخل المؤسسات الصحفية للتصدي للعنف داخل أماكن العمل.